عبد العزيز. تفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اخبارك يا حاج؟ الحمد لله. تفضل. اخبارك؟ الحمد لله. إيه انت هتعبد يديك ولا ايه؟ هتعب على ليك كده؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. والله انا خايف عليك يا عبد العزيز، انا سمعت من الناس ان عندك ديك بيتكلم، فقابلت ابن عمك فقلت له يا عم يا طار الوادي اذا كان كده نروح نكشف عليه، فقال لي ده كلام صح لما يتكلم، فقلت اجي عندك لما تناقضك انت وابن عمك نكشف عليكم صح؟ ايوه لما نشوف الديك اللي بيتكلم. والله انا لسه جايبه من العشه بتاعت الفراخ، وحتى خليت احمد يصور يعني. وبعدين؟ وبعدين لو عاوز اشوف التصوير بتاعه اوريه لك، ولو عاوز خليه يتكلم اوريه لك اهو. ديك بلدي اشتريته، مش معنى صح يعني اشتروه الجماعه، هو مجموعه ديوك، فقعدوا يذبحوا فيهم، فاخر واحد جاي يتمسك بقي يسبح بصوت واضح يعني وصوت باين ومعروف، يذكر الله ويقول الله اكبر بالطريقه دي. يعني ما يقول الله الله اكبر؟ ايوه ايوه بصوت واضح. هبقولك التصوير بتاعه. لا 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 بسم الله ما شاء الله، بس هو ايه مع نفسي يعني لما يكون ماسكه انا مع نفسي بايه يذكر الله مع نفسي بسم الله ما شاء الله. هو بس تلاقيه بس ايه مستغرب. خلي بالك الحي اللي زي كده بتبقى بركه في البيت. لا ما هو اسمه بركه، مسميه البركه انا يا راجل. والله وهتشوفه على القناه وهطلعك اعمل فيديو، هو ده على كتاب يتصور. لا خلي بالك ده ممكن يبقى هو يوتيوبر نفسه. لا ما انا راح اعمل له دخلات عام. تمام ازاي؟ اخليه يقول للناس اشتركوا. الله يقول للناس اشتركوا. طيب انا مقدمة للفيديو اي فيديو هتلاقيه موجود معي فيه. خلي بالك ده ممكن ندخله في المواهب ده يا اخي. والله يعني فكان ديك بيقول الله بصوت واضح زي كده. عامة انا مصور الصوت بتاعه وكل حاجة. انت مش هتعمل دخلات للفيديو؟ طب خلاص الناس تشوف الدخلات، كل حلقة انت تنزلها تشوف الدخلات دي، وبرضه الناس تشارك بالرأي يعني هل عندهم حاجة زي كده ولا ده حاجة غريبة؟ يعني نشوف رأي الناس برضه. ولا ايه رأيك؟ ولا مربوط ولا حاجة، ما تفكرش ان هو مربوط. أهو. مش خايف. لا مدي الأمان يا باشا. هو احنا أصلا مش هنضره يعني في حاجة. لو كمان عملت له كده بس خلوا لك يعكي معاي. طب ايه قصة انت لقيته فين ولا جبته ازاي؟ والله واحد معدي كان بيبيعهم. فاشتروه الجماعة هو مجموعة. تمام. فبعد كده كلهم مسكناهم عشان ذبحوها. إلا ده قعد يذكر الله بصوت واضح ويقول الله أكبر بصوت واضح. فما رضيناش لا نذبحوه ولا. هو ساعة ما اشتريته يعني كان كتكوت صغير. في البيت وهو في البيت كان كتكوت عادي كده ولا كان في على يعني كان في مثلا حياة غريبة كده؟ لا 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 كتكوت عادي. كتكوت عادي لونه أبيض ما فيش أي مشاكل ومية مية. بس ما وعايش مع الفراخ وكل حاجه على كده ومش بيه. انا سمعت انه كمان مش بيصيح في الفجر. لا 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 ما بيصيحش خالص خالص. لو صاح بيصيح بيذكر الله. بيذكر الله. ولو مسكت له السكينه بقى بيخرب الدنيا خالص. الله الله اكبر ويشتغل عد زي حكايه سيبني وما تذبحنيش وما تكلمنيش وما انا العب لك. ولو لعبت معاه يلعب معاك. شفت انت قبل ده فراخ بلد بتلعب مع الناس؟ ها ها طب على كده يلعب معاك انت بس ولا عايز حد تعال 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 عايز ايه؟ ما هو كاشش منك عارف. لو انت ما قعدتش على اللعب اللي بص يا استاذ محمد عارف لو انت مش موجود على بتاع اللعب دي يذكر الله. والله والله انا بلعب معاك بيخاف من الغريب. ايوه طبعا قاعد لهم اصحابي ابو عمي بركه اسمه بركه هيعضك هيعضك هيعضك. لا بركه زعلان. خلاص تعال تعال بركه زعلان بس تعال. ايه ايه القصه؟ بس 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 خلاص خلاص. ايه الاستاذ محمد اقول لك زعلان يا بركه. استاذ محمد اقول لك زعلان قال انا لا شفت لما